اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل إيجاد حماية تسجيل الدخول على تطبيقكم إيمو. قم بالضغط على تطبيق إيمو. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الأمان والخصوصيات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حماية تسجيل الدخول. هنا سوف نقوم بتسجيل الدخول عبر جهاز جديد يتطلب تحقق وفقا لوضع لحماية. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات.